وهذه الكره ملعوبه الى لاعب امامنا ستيرلينج اللي موعود بالتسجيل في اللحظات الاخيره، ولكن امامنا يطلع اللاعب مسو اتحاد امامنا هنا بنتابع ركنيه واستهام وفرصه يلمس كويوتي ولكن يضيع انطونيو زي ما قال بالظبط ديفيد مويس الاعتماد على الكرات الثابته. بص ركنيا ومحليا بشكل رائع انطلاقه من سيلفا تمرير سيلفا لكن طويله طويله كره طويله كره امامنا هنا على طول كرة ملعوبة ادي امامنا اللاعب ووكر فين لدي بروين كل لاعبي مانشستر سيتي القوة الهجومية ملعوبة حلوة يا ولد لكن على طول قبل ساني كرة في هذه الفترة استلعب حلو قوي من جانب اللاعب اللي بيعمل عرضية اللاعب اللي بيخط مسواكو ولكن يا سلام ادرسون يا سلام على ادرسون الحركة الهامرز فارق في الترتيب وادي امامنا تسديدة من سيلفا يا ولد يا ولد يا سيلفا سيلفا ولكن ادريان سان ميغيل مواطنه الاسباني عارف امكانيات انطونيو مع انجلترا ادي امامنا مرور حلو او من ساني عدى ساني ادي عمل عرضيه ولكن يا سلام على التغطيه الممتازه من جانب اللاعب بيدرو اوبيانج امامنا هذه كرة ملعوبة حلوة أو بفريق كرة على طول بلمسة من جانب اللاعب دي بروين ستيرلينج يبحث عن التسديد ولكن فماليتا أمامنا هنا استلام من جانب اللاعب أنطونيو لانسيني خطرة لانسيني قلة الهجمات لوست هام ولكن لانسيني كان ممكن يسجل هنا في كرة كادت أن تخدع شوف هنا الضغط واللمسة السريعة من جانب اللاعب لانسيني وأنطون السيتي دي الثلاث لقاءات اللي قادهم ديفيد مويس حتى الآن أدي الكرة الركنية الهدف الأول يأتي عن طريق اللاعب أوكبونا سجل في إطار الـ EFL في إطار كأس الرابطة في مرمى بولتن وفي مرمى السبيرز ويسجل أمامنا أوكبونا في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 44 بضربة رأسية رائعة اتكررت هذه الكرة هذه أمامنا لانسيني استلم حلو أول ركن الخلف وتصل الى اللاعب مسواكو ادرسون محاولة من جانب اللاعب ساني وستيرلينج ولكن كرة ينقذها حارس المرمى ادريان ولكن هناك تسلل في اللقطة الماضية نابولي امامنا هنا متابع ساني ودي بروين صاحب التسديدة ادريان يتألق ارت لا يشارك ادي انطلاقة جابرييل جيزوس هو المرة دي اوتاماندي امامنا الضغط يولد انفجار وياتي الانفجار هنا بهدف التعادل يسجله اوتاماندي لمست في قدم اللاعب داكلين رايس وياتي هدف التعادل في الدقيقة 57 جم لكن ما زال الدفاع بنفس العدد ادي امامنا ساني لم ويسدد يا ولد في البعيدة ولكن ادريان كرة حلوة قوي من جانب اللاعب لروي ساني ووكر لم يصنع الكثير لان ليس هناك مساحات ملعوبة حلوة جابرييل في الجانب اليمين وستيرلينج في الجانب الشمال عدى ساني يسدد ترتطم في وجه اللاعب المدافع ولسه الهجمة وادي امامنا تمرين غياب ايضا لمندي وامامنا هنا استلام من جانب اللاعب دي بروين تسديدة طاير اتجاهها ولكن ما زال ادريان غاب جو هارت فتألق ادريان بياندلفا حدود منطقة الجزاء التحرك جميل جابرييل جيزوس وادريان وستيرلينج لسه الدقيقة 84 ما جاتش سجل في استلام ستيرلينج وسط حصار إلى سيلفا يسدد ترتطم تعود وادي أمامنا فرصة يا راجل لسه هتسند لسه هتفكر جابرييل جيزوس أمامنا يضيع فرصة كبيرة جدا تعادل 1-1 هل ينجح وست هام وادي أمامنا سيلفا يا ولد هي عيني على دي بروين أمامنا إيه عاملها بالصمت عاملها إيه بطريقته الخاصة دي بروين يصنع وسيلفا يسجل هدف الثلاث نقاط في الدقيقة 83